تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، منور أستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم وأيضا مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نأخذ مستمعينا الأعزاء فقرة التغذية، بناخذ هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. التفكير السلبي يؤدي إلى مرض لا علاج له مع تقدم العمر، يمكن أن يكون للقلق الشديد بشأن المستقبل أو التركيز على المشاكل نتائج خطيرة على صحتك في المستقبل، وفقا لدراسة جديدة من كلية لندن الجامعية. ووجدت أيضا الدراسة التي شملت مسح الدماغ ومراقبة السلوك على 360 شخصا رابطا بين التفكير السلبي والتدهور المعرفي، بالإضافة إلى زيادة كميات البروتين المرتبطين بمرض الزهايمر. وأيضا قالت كاتبة الدراسة ناتلي مارشنت الطبيبة النفسية وكبيرة الباحثين في قسم الصحة العقلية في كلية لندن الجامعية، إن نتائج هذه الدراسة تقدم المزيد من الدعم لأهمية الصحة العقلية التي يجب أخذها في الاعتبار عند فحص الخرف. وأيضا شملت الدراسة سلوكيات التفكير السلبي مثل القلق المستمر بشأن المستقبل والتفكير المستمر بشأن المشاكل أو العواطف، حيث قام المشاركون بملء استبيانات حول أعراض الاكتئاب والقلق، وتم تقييم وظائفهم المعرفية مثل الذاكرة واللغة ومدى الانتباه. ووجد أيضا الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أنماط تفكير سلبية كانوا أكثر عرضة لتراكم البروتينات في أدمغتهم، وهؤلاء الأشخاص أنفسهم لديهم أيضا معدلات أعلى للتدهور المعرفي. وأيضا قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور جيل من جامعة كين أن ممارسات التدريب العقلي مثل التأمل قد تساعد في تعزيز الإيجابية والتخفيف من التفكير المرتبط بالسلبيات. ومع الصحة النفسية والغذاء مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير علي. صباح الخير أستاذة سهير. هلا، صباح النور. الله يحييك. نسمع منك عن الصحة النفسية والغذاء. نعم طبعا، الصحة يعني الغذاء مرتبط بصحة جسمنا بالكامل، بالإضافة إلى الصحة النفسية، especially هلأ على الحظر، ويعني شوي تقييد الحركة، الصحة النفسية ممكن تتأثر أكثر. فبالتالي لما إحنا نكون عم نتبع حمية صحية، بنحاول إنه يعني نحد من تأثير الظروف اللي حوالينا اللي هي خارج عن سيطرتنا على نفسيتنا. طبعا في عدة يعني أغذية ممكن تأثر على عمل الدماغ، خصوصي لما يكون جسمنا مثلا فيه نقص بالبي فيتامين، بي كومبلكس فيتامين اللي هنا موجودين بالفواكه والخضروات، والفيتامين سي أيضا موجود بالفواكه والخضروات، والفيتامين دي اللي هو موجود بالبيض بالحليب بالأسماك، والفيتامين إي كمان هو موجود بالخضروات والفواكه. ممكن إنه الأعراض النفسية اللي هي العلاقة بالاكتئاب ممكن إنها تصير أسوأ، ممكن يصير في عنا سوء ذاكرة، وأيضا ممكن هذا الشيء يأثر على التفكير.
غير هيك في عندنا معادن زي الحديد زي الزنك، الحديد اللي هو موجود باللحوم والأسماك والدجاج، وأيضا موجود بمصادر نباتية زي الأوراق اللي فيه الخضرة، والزنك اللي هو موجود بالأسماك، بالبرازيل ناتس، نوع من مكسرات اسمه برازيل ناتس فيه نسبة زنك عالية جدا. هذول المعادن بالإضافة إلى السيلينيوم موجودين، يعني لو صار في نقص فيهم ممكن يأثر على عمل الأعصاب وأيضا على عمل النواقل العصبية، وأيضا ممكن يأثر على الغدة الدرقية اللي هي موجودة بالرقبة، اللي ممكن يصير في عنا مثلا كسل في الغدة، فبالتالي هذا الشيء مرتبط ارتباط مباشر بالصحة النفسية. غير هيك في عنا عنصر آخر اللي هو مهم كتير اسمه الأوميجا 3 فاتي أسيد، يعني الدهون اللي هي دهون الأوميجا اللي هي الأوميجا 3 وأوميجا 6 أكيد الكل سمع عنها. نعم. هاي الدهون بتؤدي إلى تقليل الالتهاب بالدم وتحسين عمل الأعصاب، وأيضا في عنا الدهون اللي هي المونو أنساتوريتد والبولي أنساتوريتد فاتي أسيد اللي هن الدهون الغير مشبعة، والبروتين والنشويات كمان هن مهمين لتصنيع الأعصاب بالدماغ، التفكير السليم، الذاكرة، وأيضا بيأثروا على التصرفات اللي يعني بتصرفها يعني الشخص. غير هيك يعني خلينا نحن نلقي نظرة كيف ممكن التغذية تؤدي لالتهاب الدم. الالتهاب في عنا مثلا الأكلات اللي ممكن تزيد الالتهاب بالدم اللي هي زي، طبعا كل ما زاد الالتهاب بالدم كل ما زادت عنا أجسام مضادة اسمها IgM وIgA. هذول يعني لاحظت الدراسات إنه الناس اللي بكون عندهم اكتئاب أو أي مشاكل نفسية بكون نسبة الالتهاب بالدم عندهم عالية، بتكون نسبة هالأجسام المضادة عندهم عالية أيضا بالدم. فلما نحن نبتعد عن الأكلات اللي بتسبب التهاب بالدم نكون إحنا أقل عرضة إنه مثلا أعراض الاكتئاب تظهر علينا بشكل أوضح، أو مثلا نكون عم نثبت هاي الأعراض أو عم نقاومها. فعندك مثلا الأكلات اللي ممكن تزيد الالتهاب بالدم زي الأكل المقلي، زي الأكل المعلب البروسيسد فود، مثلا الريدي ميد ميلز، الأكلات الواجبة، الوجبات الجاهزة. غير هيك السكريات، النشويات يعني المعادة التكرير اللي هو زي الخبز الأبيض، زي الباستا البيضة، وكمان في عنا الأدفانس جلايكيشن إند برودكت اللي هني هدولي بيطلعوا من اللحمة الحمراء لما يتم تسخينها أو لما يتم شويها أو لما يتم قليها. عشان هيك يعني هاي المواد بتكون خصوصي موجودة، بتعرف إن إحنا لما نشوي اللحمة بتطلع زي خطوط الشواء السوداء. صحيح. هاي خطوط الشواء السوداء هي اللي فيها أكثر نسبة من الأدفانس جلايكيشن إند برودكت اللي هن هدول بيزيدوا الالتهاب بالدم. رح ننتقل، رح أتكلم شوي عن بعض النواقل العصبية وشو الأكلات اللي بتحفز إفراز هاي النواقل العصبية وشو الإفكت على هذا أو التأثير على هذا الناقل العصبي على الصحة النفسية. أول شيء في عنا السيروتونين. السيروتونين الأكلات اللي ممكن تفرزه هي البيض، اللحوم، الروب، الحليب، الموز، المكسرات، الحبوب. وتأثير السيروتونين إنه ممكن إنه يحسن المزاج، يحسن نوعية النوم، بيقلل العدوانية عند الشخص، وبيقلل كمان الكريفينج، فود كريفينج، يعني الكريفينج اللي هي يعني الشهية، يعني بنظم الشهية للأكل. غير هيك في عنا الدوبامين موجود بالأشياء اللي بتحفز إنه تفرز الدوبامين، هي فول الصويا، الشمندر، اللوز، اللحمة، البيض، وأيضا الحبوب. شو بسوي الدوبامين؟ اللي بسويه هو إنه بزيد التحمل، قدرة التحمل عند الناس، بحسن المزاج، بحسن يعني القدرة على الانتباه، وأيضا بحسن التفكير، وبحسن الكواليتي اللي اسمها problem solving، يعني حل المشاكل. نعم. غير هيك في عنا النور إبنفرين اللي هو بيزيد بالعادة لما نحنا ناخد حمية عالية بالبروتين، بس فيه هو يعني هو عبارة عن سلاح ذو حدين، النور إبنفرين هذا الناقل العصبي، لأنه كترته ممكن تؤدي إلى الإدمان، الخوف، الإحساس بالخوف، الاكتئاب، وأيضا المود سوينجز، يعني التقلب بالمزاج، يكون تقلب مش صحي. نعم. يعني فجأة ممكن يكون مبسوط، فجأة ممكن يكون تعيس. نعم. وأيضا
قلته ممكن تؤدي للبارانويا يعني الخوف الزايد، وايضا السكيزوفرينيا اللي هو انفصام بالشخصية. في عندنا ايضا استاذ سهير، اعذريني ادركنا الوقت الحقيقه، وبالامكان ان شاء الله ان نكمل معك المواضيع المتبقيه ان شاء الله في الحلقات السابقه القادمه ان شاء الله. اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي الاستاذه سهير عليا، وموضوعنا كان معك اليوم عن الصحه النفسيه والغذاء. كل الشكر والتقدير لك. هلا، مع السلامه. مستمعينا الأعزاء، نأخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل بنتكلم اليوم عن خدمات قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، وبتكون معنا الدكتورة موز الفلاسي، أخصائي أول أمراض الجهاز الهضمي والمناظير. فابقوا معنا بعد الفاصل، إن شاء الله راجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 400-6. مستمعينا الأعزاء، خدمات قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. يعد هذا القسم طبعا قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير من الأقسام التخصصية المتميزة بمستشفى راشد، والتي تقدم خدماتها للمرضى وفقا لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية من خلال نخبة من كوادرها الطبية المتخصصة، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة على مستوى العالم. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع والقسم، يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة موز الفلاسي، أخصائي أول قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى راشد بدبي. دكتورة موزة، صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. الله يحييك دكتورة. لو في البداية نتكلم أو تعطينا فكرة عامة حول الخدمات اللي يقدمها قسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد. إن شاء الله. في البداية، يقوم قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد بتقديم خدمة استشارات عن طريق العيادات، والعيادات هي عبارة عن عيادات عامة في الجهاز الهضمي وعيادات تخصصية، وعلاج مختلف الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي في إمارة دبي للمواطنين والمقيمين، مع استقبال مختلف الحالات من جميع إمارات الدولة والمستشفيات الحكومية والخاصة، باعتبار مستشفى راشد مستشفى تحويلي يستقبل جميع الحالات المستعصية في أمراض الجهاز الهضمي. نعم طبعا دكتورة، نتعرف أيضا على يعني أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في قسم وفي القسم عندكم، وخاصة المتعلقة بالمناظير، لأن من المعروف أن يعني القسم هذا من الأقسام الحيوية، والقسم فيه كثير من أيضا التخصصات والتفرعات. ولو نتكلم دكتورة بالأخص عن التقنيات الحديثة والأجهزة المستخدمة المتعلقة بالمناظير. أوكي، فحاليا قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد هو يعتبر من الأقسام المجهزة بغرف مناظير متطورة وحديثة وتقنيات يعني مستحدثة، وفي بإشراف طاقم طبي من أطباء وفنيين ذو خبرة عالية في مجال التنظير، ويقدم القسم بالإضافة إلى الاستشارات لكافة التخصصات الأخرى سواء كان داخل المستشفى أو خارج المستشفى، والعيادات التخصصية طبعا اللي هي في الجهاز الهضمي من ضمنها عيادة أمراض الكبد وتوابعها، أمراض القولون التقرحي، وعيادات خاصة بأورام الجهاز الهضمي وأورام البنكرياس والقنوات الصفراوية. يقدم أيضا خدمة التنظير التشخيصي والعلاجي بما فيها مناظير علوية وسفلية لتنظير الأمعاء، ومنظار خاص بالأمعاء الدقيقة، تنظير القنوات الصفراوية، وتنظير تقنية تنظير الموجات الفوق صوتية للأورام والقنوات الصفراوية والبنكرياس. ويوجد لدينا طبعا الكبسولة الخاصة لتشخيص الأمراض للأمعاء الدقيقة، فحص البكتيريا وحساسية اللاكتوز عن طريق جهاز النفس،
وعلاج لأمراض السمنة، بعض التقنيات الحديثة في علاج أمراض السمنة عن طريق المنظار، قياس الارتجاع الحمضي، وحركة المريء وأمراضها. نعم دكتورة موزة، عندي سؤال من الأخ أبو منصور من الرمس حول يعني فوائد زيت الزيتون والقولون، يعني إذا الشخص عنده مشاكل في القولون هل زيت الزيتون ممكن يعني يساعد؟ والله ما في شيء علمي يعني بحد ذاته، بس يمكن أشياء تقليدية يعني الناس ممكن تجرب شيء وترتاح له، وفي ناس ما تجرب أشياء ثانية وممكن ما ترتاح لها. يعني في ناس ممكن تكون عندها حساسية مثلا من زيت الزيتون، أو عندها حساسية من الجلوتين، فتعرف هالأشياء يعني ممكن شيء يوالم كل حد. صحيح، فما في شيء علمي يعني يثبت أنه ممكن يعالج أمراض القولون، نعم، خاصة الأمراض العضوية اللي مثل القولون التقرحي، وهاي الأمراض تحتاج أدوية يعني خاصة بهذا المرض. صحيح. ونحن دائما دكتورة حتى يعني ننصح بأن قبل استخدام يعني الأعشاب أو المشروبات الساخنة أو حتى يعني هاي الأمور الزيوت، لابد أن يكون في استشارة مسبقة سواء من الطبيب المعالج أو حتى من أخصائية التغذية للتأكد من موضوع الاستخدام الأعشاب أو الزيوت، على أساس أن في كثير من الأوقات دكتورة هناك يكون في بعض من الأعراض الجانبية لهالأشياء إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. بالضبط طبعا، خاصة إذا كان في أمراض مثل القولون التقرحي، وبعض المرضى يستخدمون مثلا الشاي الأخضر ويقولون أن مثلا كثرة استخدام الشاي الأخضر يساعدهم، ممكن الأمر ينعكس بالعكس يعني يكون نعم. بشرط يكون يساعدهم وايد. صحيح. أيضا دكتورة يعني لو نسمع منك بخصوص موضوع المصابين بفيروس كورونا، كيف يعني يتم تقديم الخدمات لهم من القسم عندكم؟ والله في الفترة اللي كان فيها طبعا لنا الحين احنا مع جائحة كورونا، كان في بعض الأطباء والفنيين طبعا اللي تطوعوا انهم يكونون في الصف الأول، وهالشيء طبعا ممتاز الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا بعد صادفنا كان في حالات نزيف معوي مع مرض الكورونا كمضاعفات لعلاج كورونا، فطبعا ضمن العلاج اللي كنا نعطيه حق مرضى الكورونا الأدوية المثيلة للدم، بما أن هذا المرض اكتشف أنه يسوي تجلطات في الجسم، فصادفتنا كم حالة من المرضى اللي كان عندهم نزيف معوي، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى تم علاجهم عن طريق المنظار، غير بعض الحالات اللي استقبلناه وكان عندهم بعد فيروس كورونا وكان عندهم التهابات في القنوات الصفراوية، فاحتاجوا لتنظير القنوات الصفراوية و علاجهم يعني وعلاج التهاباتهم، والحمد لله رب العالمين يعني الأمور مشت بينه. نعم دكتورة موزة، أيضا حابين نعرف أبرز الحالات المرضية اللي يتم يعني تراجع الناس عليها على القسم، وكيف يعني آلية التحويل المرضى من خلنا نقول المستشفيات أو الأقسام الثانية أو المراكز حتى التخصصية بهيئة الصحة مع القسم؟ والله الحالات اللي يتم تحويلها أو يتم رؤيتها في قسم الجهاز الهضمي وايد حالات كبيرة يعني، بس أنا ممكن أذكر لك بعض الحالات. أمراض النزيف المعوي عادة هذه المرضى يا أما يتم تحويلهم عن طريق المستشفيات الأخرى اللي هي مثلا مستشفى دبي، مستشفيات اللي مش تابعة لهيئة الصحة بعد في الحالات الصعبة يعني المستعصية، أو عن طريق الحوادث أو العيادات الخارجية. أمراض الكبد وتوابعها، طبعا احنا عندنا عيادة خاصة بس بأمراض الكبد، وعندنا أخصائيين يعالجون أمراض الكبد ويتابعون المرضى بعد عملية زراعة الكبد. أمراض المريء والارتجاع الحمضي، أورام القولون قبل وبعد استئصالها، طبعا قبلها يحتاجون المرضى لعمل منظار لتشخيصهم، وبعدها بعد العملية يحتاجون متابعة بشكل دوري بشكل سنوي أنهم يعملون منظار للتأكد من خلوهم من الخلايا المسرطنة. أنبوبة التغذية اللي نحطها حق المرضى، خاصة المرضى اللي عندهم السكتة الدماغية وحالتهم سيئة وغير ممكن أن يتغذون بشكل طبيعي، طبعا إحنا نحط لهم أنبوبة التغذية على المدى الطويل ويتم تبديلها سنويا. أمراض البنكرياس والمرارة والحصوات اللي في القنوات الصفراوية اللي تحتاج تنظير خاص بس للقنوات الصفراوية، وبعض الأحيان تحتاج لوضع قسطرة في القنوات الصفراوية. علاج أمراض السمنة المفرطة، سواء كنا نعملهم تنظير قبل العملية أو بعد العملية كمضاعفات للعمليات،
أو عندنا تقنيات ثانية لعلاج السمنة المفرطة مثل البالون أو ربط المعدة عن طريق المنظار. الحالات الثانية اللي احنا نعالجها الأشياء العادية هي حساسية الأغبية، القولون العصبي، قرحة المعدة، التهابات المعدة، الأشياء العادية يعني. نعم. أيضا دكتورة، لو نتحدث معك عن الإنجازات التي حققها القسم خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى التطورات طبعا الكبيرة في تقنية التنظير والأشياء المستحدثة في وقفة النزيف المعوي، تم إنشاء عيادات تخصصية مثل عيادة الكبد مثل ما قلت لكم وتوابعها. نعم. أمراض القولون التقرحي لأن عيادة كبيرة لها وخاصة بس بالقولون التقرحي، وبس نستقبل مرضى القولون التقرحي عشان يكون في مجال أكبر أن المريض يكون له وقت أكثر ويشوف أخصائيين أكثر بس في القولون التقرحي. طبعا عندنا عيادة بعد خاصة بأورام الجهاز الهضمي بالتعاون مع عيادة الجراحة، وتخصصهم أكثر في أورام القنوات الصفراوية وأورام البنكرياس. نعم. وطبعا شارك ما شاء الله قسم الجهاز الهضمي في المؤتمرات وورش العمل بالتعاون مع خبراء عالميين، والمشاركة الفعلية في هذه الورش سواء كانت محلية أو دولية. وشيء جديد اللي الحمد لله تم الاعتماد الطبي من المجلس العربي للتخصصات الطبية الذي فتح المجال للأطباء المستجدين لفرصة تدريب أكبر في مستشفى راشد. نعم. دكتورة موزة الفلاسي، أخصائي أول أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. شكرا. عفوا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل وياكم، وبعد الفاصل بنستضيف الدكتورة سيما عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، والحديث عن أمراض الكلى. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم، سهلة، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعين الأعزاء بملاحظاتكم وأراكم وأيضا استفساراتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. يقدم قسم الكلى بمستشفى دبي مستمعينا الأعزاء مجموعة واسعة من الخدمات التخصصية للمرضى الذين يعانون من مختلف أمراض الكلى، بما في ذلك خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفشل الكلوي الحاد والأمراض الكلوية المزمنة وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض الأخرى. للحديث عن هذا القسم وما يقدمه من خدمات متميزة للمرضى، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة سيما عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي. دكتورة سيما، صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك. طبعا معروف القسم بمستشفى دبي، يعني قسم الكلى من الأقسام الحيوية والأقسام المميزة الحقيقة، والخدمات اللي تقدمونها دكتورة يعني خدمات شمولية ومتكاملة. حابين الحقيقة دكتورة نتحدث معاك في البداية عن الخدمات اللي يقدمها هذا القسم المميز بشكل عام والفئة العمرية اللي يعني تستفيد من هذه الخدمات أيضا. أكيد إن شاء الله أكون سعيدة أني أجاوب على استفساراتكم وأكون معكم اليوم. شكرا دكتورة. الخدمات اللي إحنا نقدمها في مستشفى دبي بشكل عام هو أول شيء الفئة العمرية، خلنا نكون صريحين، إحنا نشوف المرضى اللي أكبر من 14 سنة، اللي يكونون أقل من 14 سنة يكونون تحت قسم الأطفال الكلى، اللي بعد يكونون يعني موجودين معنا بس يكون قسم ثاني، يعني جروب ثاني هم اللي يعالجونهم. إحنا اللي يكونون أكثر من 14 سنة، 14 وأكبر. فالأشياء اللي إحنا نسويها في مستشفى دبي، إحنا تقريبا خدماتنا نقدر نقسمها على ثلاث أقسام. الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي نسويها هنا في مستشفى دبي. بعدين في غسيل بريتوني، غسيل كلوي، غسيل بريتوني، غسيل دم وغسيل بريتوني. الشيء الثاني العيادات اللي إحنا نشوفها، وثالث شيء المرضى اللي ندخلهم ونشخصهم على أساس إن أمراض كلى، يا يكون أمراض كلى حاد، يا يكون عندهم أمراض كلى مزمنة، ونبدأ عملية الغسيل حق المرضى.
هالأشياء اللي تقريبا يعني نقدر نقول نسويها. العيادات عيادتنا تقريبا عيادات كثيرة، احنا عندنا عيادات تخصصية هو عبارة عن متابعة حالات متنوعة منها القصور الكلوي في مراحلها الخمسة، احنا طبعا عندنا 5 مراحل في القصور الكلوي، نعم. أمراض التهاب الكبيبات، زراعة الكلى، الناس اللي زارعين كلى نتابعهم في العيادات، الالتهابات وأمراض المسالك البولية اللي يكون عندهم قصور كلوي مع يعني الانسدادات في المجرى البولي، أمراض وراثية تؤدي إلى الفشل الكلوي، هالأشياء اللي تقريبا إحنا نشوفها في العيادة. عندنا عيادات تقريبا كثيرة منها عيادات الغسيل الكلى، يعني مرضى اللي يجون حق الغسيل الكلى إحنا ما نخليهم يسيرون العيادة مرة ثانية يجون يوم ثاني عشان يسيرون العيادة، لا، خلال تواجدهم خلال الغسيل احنا نشوفهم كعياده، نكتب لهم الادويه، نغير ادويتهم، نحولهم هالاشياء. في بعد الاشياء اللي احنا سويناها بعد عشان نسهل الامور حق المرضى، جمعنا اكثر من عياده عشان نساعد المرضى، مثل عياده السكر والكلى، الناس اللي يكون عندهم السكر والكلى قصور كلوي او غسيل كلى، نفس الوقت نشوفهم في عياده على اساس احنا نسيطر على السكر مالهم. نعم. في بعد العياده في الكلى مع امراض المناعه مثل داء الذئبه الحمراء، نشوف المرضى مع بعض عشان نشخصهم صح وعشان نحط لهم العلاج حسب حالاتهم. بعد حق مرضى الغسيل الكلوي او قبل ما يصلون لمرحله الغسيل، حطينا العياده مال المدرسة الكلى، ومدرسة الكلى عبارة عن يعني مثل شيء توعوي، عيادة توعوية حق المرضى القصور الكلوي اللي هم واصلين لمرحلة مراحل متقدمة، يعني المراحل الرابعة والخامسة اللي هم بعدهم ما بدأوا غسيل، نعلمهم إن كيف هم يعني ممكن يسيرون، كيف إذا يبون يزرعون غسيل الكلوي شو أنواعه، نوعيهم يعني على هالأشياء، نجتمع مع المريض وأهل المريض، بتكون الممرضة موجودة، الطبيب موجود، أخصائي التغذية، حتى أخصائي اجتماعية وحتى أخصائي النفسية تكون موجودة لتوعية المريض بأنواع الغسيل والزراعة، نعم، وعمل خطة علاجية له في حال احتياج للغسيل الكلوي، وأيضا لتجنب تطور المرض. يعني أحيانا إحنا نشوفهم هني نكلمهم عن الأدوية عشان أهمية يعني إن الأدوية يوم يأخذونها ممكن الأدوية تخلي المرض ما يعني يتطور بسرعة وما يوصلون لمرحلة الغسيل بسرعة. صحيح. فهاي الشيء. وبعدين حتى سوينا عيادة أوعية دموية حق المرضى اللي على الغسيل عشان ما نخليهم يشيرون على المستشفى راشد، لأن في مستشفى دبي إحنا ما عندنا يعني شو اسمه، ما عندنا يعني التخصص هذا، فسوينا لهم دكتور الأوعية الدموية مع دكتور الكلى يشوفون المريض ويحطون له الخطة العلاجية. صحيح دكتورة، طبعا أكيد هناك في أسباب وعوامل تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى، لو نتكلم دكتورة عن هاي الأسباب والعوامل وأيضا طرق الوقاية من أمراض الكلى. طبعا أهم الأسباب، إحنا قاعدين نتكلم الحين عن الفشل الكلوي المزمن، نعم، اللي هو المريض يكون على الغسيل بصورة مستمرة، في فشل كلوي يعني حاد اللي هو المريض يكون على الغسيل بس فترة بسيطة، ممكن الجفاف أو النزيف أو أشياء ثانية أدت إن الكلى تتوقف، بس الحين أهم شيء قاعدين نتكلم عن الفشل الكلوي المزمن. أهم الأسباب حق هالأمراض ممكن نقول اللي هو السكر وضغط الدم، ممكن يكون في أمراض ثانية مثل التهاب الكبيبات، ممكن أمراض وراثية، ممكن أمراض يعني المسالك البولية اللي تؤدي إلى انسداد في مجرى البولي، البروستاتا ممكن يكون حصاوي، يعني نسبة بسيطة يعني ما تكون نسبة كبيرة، بس صحيح. أكبر الأسباب هو حق الكلى تكون السكر وضغط الدم. لهذا السبب دائما اللي مصابين بداء السكري لابد أن يكون هناك عندهم برنامج يعني متكامل، وأيضا يعني الاهتمام بشكل كبير جدا في أن دائما لابد أن مستوى السكر التراكمي يكون في معدلات ومستويات الطبيعية على أساس أن ما يوصلون لمراحل مضاعفات السكري اللي واحد منها الفشل الكلوي أيضا. أيوة عبد الله، أهم شيء المتابعة، يعني اللي عندهم السكر والضغط وأمراض القلب وايد مهم إنه يتابعون مع أطبائهم، يعني يتابعون بصورة مستمرة ويسوون لهم الوظائف الكلى تقريبا اللي هو أشياء بسيطة، تحليل دم وتحليل بول بصورة مستمرة عشان الكلى عادة ما يكون في أي علامات إلا يعني في مراحل متقدمة، ما يكون عندهم أي أعراض لين مراحل متقدمة. نعم.
ايضا دكتوره، يعني يعني الشخص اللي يصاب او عنده مثلا يعني مشكله الكلى او حتى الغسيل يعتبر يعني من الامراض المزمنه، واللي مفروض يعني الشخص يكون يعني يتعايش مع هذا المرض. لو تكلمينا دكتوره بعض النصائح عامه لمرضى الكلى للتعايش مع المرض والحد من مضاعفاته السلبيه. دائما نحن نقول ان في بعض الامراض، يعني انا دائما اجيب المثال على السكر. السكر اذا الشخص يعني ما تم يعني ياخذ الموضوع بعين الاعتبار، المرض او الداء هذا، ويعني اداره المرض بشكل جيد، تطلع هناك بعض الاشياء وبعض الملاحظات او بعض الاعراض اللي من ضمنها مشكله الغسيل الكلوي او الفشل الكلوي. فما هي دكتوره يعني المضاعفات السلبيه للمرضى الكلى مثلا؟ هو إذا إحنا تكلمنا عن الموضوع قبل ما يوصلون لمرحلة الغسيل، بيكون يعني النصائح غير. يوم يوصلون لمرحلة الغسيل وهم على الغسيل النصائح بتكون غير. فهو النصائح أكثر شيء هو يعتمد على درجة قصور الكلوي. يعني مثلا واحد الحين مثلا في المرحلة الثالثة، عشان إحنا نتجنب أن المرض يتطور، إذا هو ما عنده احتباس في السوائل مثلا شرب الماء وايد مهم. صحيح. السيطرة على الضغط والسكر وايد مهم. الكنترول حق الوزن، يعني زيادة الوزن والسمنة يعتبر واحد من الأسباب اللي يؤدي إلى الفشل الكلوي، يسوي نوع من التهاب الكبيبات ويسوي بروتين في البول ويسوي نوع من يعني يسوي قصور كلوي. الغذاء الصحي حسب ما هم يعني هو كل مريض كلى له نظام غذائي حسب حالته. صحيح. المرضى يكون عندهم البوتاسيوم مرتفع، فنقول لهم لا تاكلون اشياء اللي فيه بوتاسيوم، اللي منها مثلا التمر، منها العصاير، منها في بعض الفواكه اللي تكون عاليه في النسبه، عندها نسبه عاليه من البوتاسيوم. ففي الناس تكون ضغطهم عالي، نقول لهم يقللون من الملح في الاكل. تقريبا هو قلة الملح في الأكل يكون أكثر شيء حق أكثر مرضى الكلى. نعم. وأيضا دكتورة جميل، يعني أنت في بداية حديثك ذكرتي بأن القسم يعمل بشكل يعني متكامل بمنظومة نقدر نقول يعني شمولية ومتكاملة، بحيث أن يعني المريض يصبح محور الهدف، يعني الهدف الأساسي. وذكرتي أن يعني يتم الاجتماع مع المريض، ويكون أيضا يعني في هذا اجتماع طبيب، ويكون أخصائي نفسي وأخصائي تغذية. والهدف دكتورة من هذا الموضوع الجميل اللي أنتم تسوون الحقيقة في القسم، بحيث أنه يعني تأخذون الموضوع بكل الجوانب، بحيث أنه ما تطلع هناك أي أعراض لهذا الشخص المصاب بالمرض. لأن الجانب الغذائي ذكرتي دكتورة وايد مهم، الجانب النفسي وايد مهم، لأن إذا كان الشخص عنده اضطرابات نفسية معناته أنه يمكن ما يستجيب للأدوية. إذا عنده مشاكل في عدم يعني تثقيف نفسه عن الأكلات اللي مفروض ياخذها والاشياء اللي مفروض يتجنبها، معناته انه ما يتجاوب مع العلاج. فهذا جانب دكتوره جميل جدا الحقيقه، انه يعني انتم ماخذين البرنامج العلاجي برنامج شمولي، برنامج متكامل، بحيث انه يعني يتم الانسان يعني عند الاصابه بالمرض هذا، ولكن اهم شيء انه مستقبلا لا يصل الى مضاعفات اخرى ممكن تاثر على صحه العامه. صحيح. نكمل الأشياء الثانية اللي هي. نعم دكتورة تفضلي. نعم. ممكن بعد وايد مهم تجنب المسكنات، يعني وايد مهم. في ناس تفكر أن المسكنات هذا شيء عادي أنهم يأخذونها. الناس اللي يكون عندهم كلى والناس اللي حتى ما عندهم كلى، أن ننصحهم أن يتجنبون المسكنات. ممكن لأن المسكنات حتى إذا كانت يعني جرعة واحدة ممكن تؤدي إلى يعني فشل كلوي. ف إلا للضرورة القصوى يعني إحنا ما ننصح إن المريض أو الشخص العادي يأخذ مسكنات. الشيء الثاني اللي وايد مهم حق مريض الكلى، حق حتى الأشخاص اللي طبيعيين، النوم بالقدر الكافي في فترة الليل. وايد مهم إن الإنسان يعني ينام. إذا ما نام جسمه بيتم مرهق ويعني ما يقدر يرتاح. شيء ثاني الرياضة والحركة وعدم التدخين، لأن الدخان بعد يأثر على وظائف الكلى. المتابعة مع الأطباء إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، السكر وفرط وضغط الدم وأمراض القلب. الوزن المثالي مثل ما تكلمنا عنها، وحق النيو جينيريشن الشباب نقول لهم لا تصرفون في تناول البروتينات
ولازم يعني كأكل صحي لازم وايد نأكد على أخذ كمية زينة من الخضروات والفواكه في الغذاء. هاي تقريبا يعني تقريبا كل الأشياء المهمة، النصائح اللي ممكن يعني نقولها حق كل الناس. الناس اللي يعني يكونون أوريدي على الغسيل، خلاص هم بدأوا غسيل، عن أشياء ثانية يعني طبعا إحنا عندنا أخصائي التغذية موجودة تقريبا يوميا تشوف المرضى. الأشياء اللي الغذاء وايد مهم، البوتاسيوم مثل ما تكلمنا عنها، نعم. الفوسفور يكون عندهم مرتفع، الفوسفور يكون عندهم مرتفع ممكن يؤدي إنه يستوي لهم يعني تكلسات في أماكن ثانية من الجسم منهم الأوعية الدموية، فوايد مهم إنه يأخذون الأدوية مال الفوسفات بصورة مستمرة ويأخذون أكل يكون قليل للفوسفات. الشيء الثاني الملح لازم يكون قليل، ما يأكلون ملح وايد عشان هذا ما يشجعهم أن يشربون ماء لأنهم يكون عندهم كمية البول قليل، فلازم ما يشربون ماء وايد، كمية الماء محددة حق المريض حسب يعني زيادة الوزن بين كل بين الجلسات مال الغسيل. المتابعة وايد مهم، السيطرة على الضغط وايد مهم، صح هم خلاص الحين بدأوا غسيل بس لازم نحافظ على القلب، لازم نحافظ على الأوعية الدموية، فوايد مهم أن يأخذون أدويتهم حق الضغط عشان يكون في السيطرة. حتى السكر يعني حتى بعد ما نسوي الغسيل ممكن العيون تتأثر، فعشان كذي دائما نتابع مع المرضى عشان السكر مالهم يكون تحت السيطرة. صحيح، ومثل ما ذكرنا دكتورة بأن يعني المفروض أنه يعني خلاص الشخص يكون يتعايش مع هذا الشيء، ولا بد أنه يعرف كل الأشياء اللي يعني يحتاجه ويساعده في إدارة الحالة، لأن في النهاية يعني ما نبغي الشخص يوصل إلى يعني مضاعفات. دكتورة سيمة عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، الحقيقة تشرفنا في اللقاء معك دكتورة، وحديث الشيق صراحة، يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتورة. عافية، تسلم. شكرا. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، مع الدكتورة سيمة عبد الله العوضي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى الحقيقة أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو مثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق عملي المبدع اليوم في الإعداد حسني البلاونة، التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وإلى أن نلتقي معكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.